السلام عليكم أبطال، نتمنى تكونوا بخير ومرتاحين، ومرحبا بكم في فيديو جديد وفقرة جديدة. هاد الفقرة هادي العنوان ديالها هي التعريف ببطل. شنو معنى ديال هاد الكونسيبت هذا؟ أنا نشرح لكم دابا نيت. في كل مرة غادي نبقى نشد بطل وغادي ندوي على الكارير ديالو، كيفاش عاش حياته، شنو الحوايج اللي كيعجبوه، شنو الحوايج ما كيعجبوش، يعني لو ماكسيموم ديال المعلومات غادي نحاول نجمعهم عليه ونقدمهم على شكل فيديو ونلخص حياته من أ حتى زد. دونك نبداو على بركة الله، وهاد الحلقة هادي غادي نفتتحوها بالتورنادو الأفريقي. الشخصية هذه هو البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسين الجينيراسيون القديمة بزاف، واللي هو ميلود القبلي. ميلود القبلي من مواليد 1960، أصله مغربي وبالضبط من وجدة، ولكن هو تنعرف في هولندا. من بعد الحب ديالو للكيك بوكسين كان مولود بزاف شارك سميتها الطوموبيلات، داكشي باش خص الدراسة ديالو أنه يدرس الهندسة الميكانيكية للسيارات. خدا ديبلوم تماك ولكن كمل الكارير ديالو في الكيك بوكسين. بدا الرياضة على 16 عام المدرب ديالو الأول توم هارنك في واحد الصالة سميتو ميغيرو في أمستردام، ولكن المسيرة الاحترافية ديالو غادي تكمل مع واحد المدرب سميتو جان بلاصا. باش ما كان غادي يشق واحد الراس الإجمال المباريات ديالو كان 21 فوز، 9 ديال الضربات بالكاو و5 ديال الهزائم. من بين أهم الكومبات اللي خدا كانت وحدة ضد المقاتل المخضرة سانتانا سونداريف، بحيث أنه فاز عليه الضربة القاضية في الروند الأول. ونفس الحاجة طرات مع المقاتل هوارد براون، حتى هو ربحو بالكاو ولكن في الروند الثاني. وغادي نقول لكم على سماو بالتورنادو الافريقي، اي البركان الافريقي، بحيث انه ميلود رغم البنيه ديالو اللي هي طول 1.62 وكيوزن تقريبا 57 كيلو، لعب واحد المباراه خياليه راه تنقول لكم 16 الوحش، واللي كانت دايره بين ميلود القبلي والعملاق جواو فيرا. ملي كنقول لكم عملاق يعني انه راه لاعب بوالور. تخيلوا معايا دابا بنادم 57 ولاعب مع بوالور، دونك فهمتين راه مباراة صعيبة بزاف. هاد المباراة هادي كانت مكونة من 12 روند، للأسف ميلود القبلي غادي يتهرس فيه الديه لينا في الروند الثاني، وغادي يكمل 12 روند وفي الآخر غادي يربح. كيفاش؟ الله أعلم. يعني تخيلوا معايا بنادم مهرس فيه الديه وكمل 10 ديال لي روند خرين، كل روند فيه 3 مينوت، كان صعيبة بزاف. وبالتالي فميلود القبلي كيستحق بصح هاد اللقب هذا، والانجازات ديالو كتشهد على هادشي. وكانت اول مباراه عند ميلود القبلي ضد المقاتل تيكيندو فيميز في امستردام، واللي بطبيعه الحال ربح فيها ميلود القبلي. ما غاديش نساو بطبيعه الحال الكومبا ديالو ضد بيسجارين في باريس وضد جيلبيت بالانتين سنه 1988 شهر 2 نهار 27. من بعد العشق ديالو الكيك بوكسين، فميلود القبلي عبر شحال من راه الحب ديالو الالعاب القوى، وانه كان من المعجبين سعيد عواطف. ميلود القبلي دار بزاف ديال الانجازات صراحه، وبزاف ديال الكومبات اللي لعبهم مهمين ضد الابطال، وقدر يثبت راسو حتى الجداره ديالو في الميدان، ولكن ما نفاش انه كان كيعاني بزاف ديال المشاكل واللي منهم العنصريه، بحكم انه كان مغربي فالمدربين ما كانوش كيتعاملوا معاه تعامل زوين مقارنه بالهولنديين الاخرين. يعني حتى لي كومبات ما كانوش كيبغيو يعطيوه كومبات مهمين، حتى نهايه لونطريمون كانوا كيخليوهم حيوز، واخا هو كان متميز عليهم بزاف، ولكن ديما كانت الاسباقيه الهولنديين، وهذا الشيء كان كيضرو بزاف في الخاطر. ولكن بطبيعه الحال هذا الشيء ما حبسوش وخلاه انه يدير كارير واعر. ولكن اللي كان كيميز ميلود القبلي هو الطريقه ديال التدريب ديالو، بصح الطريقه باش كان كيتريني بخصوص الكارديو، فهو كان كيمزج من كل نوع ديال منخفض الكثافه LESS ومن بين HET اللي هي مرتفع الكثافة. أنا نقول لكم كيفاش كان كيمزج بيناتهم. فميلود القبلي كان كيجري 10 ديال الكيلومترات، يعني بواحد الريتم منخفض، ومن بعد كيمشي كيشد واحد العقبة ديال 500 متر وتيجري فيها بالماكس ديالو، تيدير 10 ديال التكرارات. وبفضل هاد التمارين هادو قدر أنه يتمكن أنه يقدر يجري بزاف ديال المباريات ديالو بواحد الريتم طالع. للأسف هادشي كلشي غادي يحبس سنة 1992، بحيث كانت النهاية ديالو. من بين المعلومات اللي قدرت نجيب هو أنه
في الاخر ميلبغ اللي بغى ينفصل على العصابه اللي كان فيها وبالتالي عصيان الاوامر ديال ديك العصابه. وبطبيعه الحال بالنسبه لديك العصابه هذه ما كانش فكره في محله فسيميلو بقبلي كان هو ومحمد الباشا في واحد القهوه تقهواو تما من بعد كان استعاشوا من العصابه شي مدينه بين قوسين ما معروفاش نهائيا ومن بعد كنظن انه كانوا دايرين اللقاء مع ديك العصابه فاخر مره تشافوا عند محطه ديال القطارات من ديك الوقيته اختفى السيد خطرا يعني صافي تمحى ليه الاثر ومن المستحيل انه شي واحد يلقى الجثه ديالو والسيره ديالو ما بقاتش كتذكر نهائيا. الحاجه اللي جاتني غريبه هو انه بطل كبير بحال هذا السيد هذا الا مشيتي لجوجل درتي ويكيبيديا وقلبتي على سميتو فعلى الاقل غادي يطلع لك ديزانفورماسيون عليه شكون هذا السيد الاصل ديالو كذا شي حوايج بحال هكا. ولكن ملي تقلب عليه في جوجل راه ما كاينش نهائيا وحتى ملي كتجي تقلب عليه في بلايص اخرين تقديم ما غادي تلقى حتى شي حاجه. وما نساوش انه ميلاد قبلي خلى الخليفه ديالو اللي هو الولد ديالو وحتى هو كيك بوكسر وغادي على الخطه ديال الاب ديالو ولكن هو قدر نقول انه لا علاقه له بالمغرب تمثل هولندا وتلعب لصالحها كذلك. وصلنا لنهايه الفيديو ولكن مازال بزاف ديال الابطال ان شاء الله غادي ندوي عليهم فنتمنى يكون عجبكم هذا المحتوى. اذا عجبك الفيديو ما تنساش دير واحد لايك وكومونتير وتبارك على ديك سبسكرايب باش يوصلك اي جديد ان شاء الله مازال بزاف ديال الحوايج غادي نعطيهم في هاد لاشين هادي فكونوا في المواد ان شاء الله فكونوا في المواد ان شاء الله فكونوا في المواد فكونوا في المواد ان شاء الله.